مرحبا اصدقائي اصدقائي اليوم عندنا مجموعه اسئله صار هواي فتره كلش طويله احنا ما مجاوبين على الاسئله وراح احاول اختصرها لكم يعني على قدر المستطاع حتى نغطي اكثر لانه جزء من الاسئله لأن الاسئله كلش هوايه السؤال من ابن تركماني السؤال الاول ابو جعفر حكيني عن سلبيات وايجابيات امريكا وسوي فيديو بالنسبه للسلبيات والايجابيات شرح يعني راح يطول ايجابياته هوايه وسلبياته ايضا هوايه. يعني سلبياته انه رح احنا الحياه اللي عايشينها بالشرق الاوسط تختلف عن الحياه هنا، إن صعوبه راح نتكيف خاصه كبار السن وحتى الشباب، يعني صعوبه يتكيفون ويا حياتهم هنا بامريكا ولازم يتكيف وياها، يعني شيء مجبر هو لازم يتكيف وياها. ف... هواي ناس فشلت ما قدرت تتكيف ويا الحياة هنا بأمريكا أو لاقوا مصاعب هنا ويا بناتهم ويا أولادهم حتى هواي مشاكل وأنا أعرف هواي قصص عن هذا الموضوع سؤال آخر الخال العزيز السلام عليكم نريد فيديو تحكي لنا على منظمه اي او ام ولم الشمل وليش متاخره؟ يعني احنا خالي سوالنا لم شمل قبل نهاية 2017 كل تأخرت لم شمل تأخر اللجوء تأخر فيروس كورونا الأسباب هذا السبب الأول السبب الثاني ترامب اجى والسبب الثالث اكو صار خرق بالمعلومات او شيء من القبيل بالأردن وهاي كليتها وتراكمت فمن فتحوها سي مفتوحه حاليا من فتحوها فاكو فم... قديم كلش متراكم فهذا القديم المتراكم لازم يمشونا يلا تجي سراء عليكم واكو فيديو مفصل عن هذا الموضوع على قناة حياة مهاجر الاخت سارة وانا مخلي الرابط مالها فيديو من الفيديوهات على صفحتي تقدر تكتب حياة مهاجر بنية اسمها سارة تشرح عن هذا الموضوع لان هي يعني تشتغل بالمنظمة سؤال الاخر انا متابعك والله احب فيديوهاتك انت وجعفر اتمنى تذكرني عباس عباس اهلا وسهلا بك عباس أه... حيدر يقول نريد أن نتعرف أكثر عن عن أنواع الأعمال بالنسبة للقادمين الجديد إلى أمريكا كاليفورنيا هي حيدر عباسي حيدر عباسي هي كل الولايات تقريبا هي نفس الشيء أنت كجديد إجيت صار لك شهر أو شهرين يعني هنا أنا وريدت تشتغل كملت أوراقك أول شيء لازم تكمل أوراقك شنو هي اوراقك مثلا هويتك وكذا السوشيال يلا تقدر تتعين اكو منظمات راح عينك وتشغلك بكل الولايات الاشغال اللي متوفره يعني شو يشغلونك؟ وأنا سبقاً جاوبت عن هذا يعني فنادق، مطاعم، كارووش تغسل سيارات، لانه انت اذا تريد تشتغل تاكسي يعني اوبر او غيرها لازم تكون انت سنه هنا أنا عندك يلا تقدر، فهاي الاعمال البسيطه مطاعم شيء من هالقبيل اللي راح تشتغلها وهي شغلات شريفه ما بيش كلنا اشتغلناها اول ما جينا لان استقرينا وقدرنا بعدين نغيرها. سؤال آخر مان مان يقول بارك الله بيك أبو جعفر أحلى شيء أنه حضرتك تحكي بالتفصيل الدقيق وهذا شيء كل زين ومفيد للناس اللي يريدون يهاجرون لأمريكا حتى يعرفون عن كل القوانين والعيشة وطريقة التعامل في أمريكا بس يا ريت لو تحكي لنا عن موضوعين بالتفصيل أكثر هما أولا طريقة شراء البيت أو السيارة بالتقسيط عن طريق البنك خلا أجاوب على هذا السؤال احذروا شديد الحذر تشتري لك سيارة بالأقساط وت يعني سياره ب 13000 و14000 و15000 وتتحملها بالبنك وانت بعدك هسه توك جاي يعني انت لو انكم ما عندك ما عندك انت امكانيه تشتريها، اشتريك سياره على قد الحال 2000 3000 دولار تروح وتجي بها شغلك، افضل ما تشتري سياره وراح تتكلف انت كل شهر تدفع قسط وراح ترتبط فيها لمده خمس سنين 10 سنين وانشورانس تدفع عليها ودهن وبنزين وراح تكلفك هوايه وانت بحاجه تكون نفسك بالبدايه. نصيحه 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 لا يشتري سياره غاليه ويورط نفسه من البنك اما بالنسبه للبيوت فالبيوت لازم انت مثلا داخل البيت يكون عندك في ثلاثه اربعه يشتغلون او شخص واحد يشتغل بس الانكم ماله الانكم اقصد عن الراتب ماله الانكم ماله يكون عالي فاذا صار الانكم ماله عالي إيه، ذاك الوقت ها بيها تفاصيل هوايه وانا أشجع عليها أف، افضل شيء الشخص يشتري له بيت افضل افضل شيء ومو بكل مكان تقدر تشتري انت اذا كنت حالتك يعني ضعيفه، تقدر اكو ولايات تروح لها بها رخيصه، تقدر تشتري بها هناك. فلوسك ما تروح، بدل ما تدفع مثل ايجار كل شهر وتروح فلوسك هاي هنا أنا من تشتري بيت انت فلوسك ما راح تروح. هي باقية حتى لو تبيعها بعدين ترجع لك ولربما بها ارباح. افضل طريقة هي شراء البيوت. طريقة شراء البيت وسيارة بالتقسيط طريقة، هل البنك يشتريها ويخليها باسمه؟ نعم، البنك يشتري سيارة. وهاي اللي ما اشجع عليها ولا اريد اشرح عنها بس يلا يعني مو مشكله البنك انت تيجي تريد تشتري سياره يعني هسه مثلا يسوي لي عروض يا سياره تريد اقول لهم اريد هاي السياره اروح للمصرف اقول لهم اريد اشتري هاي السياره شوفوها هم ويرتبون الامور والاوراق يشترونها يدفعون فلوسها اوراق السياره ملكيه السياره راح تظل عندهم بالمصرف انا بس تخويل انه اركبها وقت ما اسدد راح ينطوني هذا الاوراق السياره تصير باسمي ام طريقه اخرى وهل هذه الطرق ما بيها القرض ور... طبعا هو ربع هذا شلون هي طريقه فتح حساب بالبنك للمهاجر الجديد بسيطه كلش تروح للمصرف ويتوسلون بيك ويرحبون بيك مو مثل ما اريد احكي يرحبون بيك وف... ويقدروك وكذا وهالشكل و... وعمليه كلش بسيطه انه تفتح انت حساب بالبنك آه... المهاجر جديد وهل ممكن يفتح حساب في اكثر من بنك ممكن آه... عشر عشر بنوك تقدر تروح تفتح بها عشر حسابات ما هي البنوك الحكومية والموثوق بها في أمريكا أمريكا بلد رأسمالي مالي ما بيشي حكومي كل هاي أهلية البنوك وغيرها وهاي شغلات ومن تجي هنا أنا بالنسبة لي تعاملت ويا تشيس والسفارق والسفارق أشهر مصرف أو أشهر بنك بالولايات المتحدة الأمريكية من بعدها يجي تشيس بس هو تشيس أفضل ما هي البنوك الحكومية هل وهل الكريدت كارد اللي يعطيها البنك وينزل فلوس بيها يعتبر قرض وربا الكريدت ما ينزل لك فلو... العفو الكريدت ينطيك فلوس وياخذ عليها ما اعرف يعني شلون انا مو قاضي شرع يعني هو ينطيك فلوس يخليك اياها بالكريدت تستخدم انت هاي الفلوس ياخذ عليها نسبه بسيطه فيها حسابات اخرى بعيدة عن القروض والربح هذا الجواب عن اسئلتك نتحول على سؤال اخر وين محلك باب الشرجي بالضبط وسوي لنا فيديو تحكي به على باب الشرجي باب الشرجي من بداية السبعينيات انا كنت باب الشرجي اخويا كان عنده تسجيلات معروف اموري أم ابو صباح تسجيلات الخلود بذلك الوقت ولبست عسكرية وبالثمانينات بداية سنة 80 وسرحت 89 ومن سرحت رجعت الباب الشرجي اشتغل لأنه هو هناك يعني انا ربيت هناك حقيقه ويا بين اخوتي ولد عمي وقدرت اشتغل واكافح واثناء فتره الحصار اشتريت بيت اشتريت محل ومن بعدها ب 2003 اشتريت محل أف افضل من ذاك المحل اللي بعته بالسابق كان جوع وبعدين على شارع المحل مالي شارع الجمهوريه هذا اللي اقدر اقول لك اياه، اما اذا تريد احكي لك عن تاريخ باب الشرج وفي الفيديو اسوي لك وحده اظل احكي لك هوايه. احلى تعليق متت من الضحك اخبطني والله عمي حقك ثق والله قمت ما اشوف من الضحك الف رحمه لوالديك. أه شخص ايش علق؟ انا بالليل اريد انام. قال أه تذكرون الفيديوهات قبل اللي كنت اصورها كان الصوت مالها مو زين، هو يحبني يعني ويريد يشوف الفيديو هذا الصوت مو زين فانزعج، تريش قال لي؟ ابو جعفر الصوت ضيم انا انا كنت اريد انام ساعه بالوحده بالليل من سمعته قال هيك ما قدرت انام بعد متى من الضحك يعني عبرها بكلمه واحده ابو جعفر الصوت ضايم مال الفيديو عبد <applause> <applause> الله السبيعي يقول ابو جعفر اتمنى تذكر اسمي في المقطع الجاي تحياتي لك اخ صادق اهلا وسهلا بك عبد الله السبيعي. اخي ابو جعفر فينك تشرح لنا كيف صبغت داخلة السياره لون مشمشي بدنا نعرف لانه بجد عجبني شغلك وبدي اصبغ سيارتي من جوا مثلك بسيطة الطرف الاخر طبعا هذا السؤال كاتب على صفحته بسيطة عزيزة تشتري صبغ تفتح الابواب مالتها أنا وصبغتها يعني ما العملية كلش بس بسيطة ما يراد لها شرح مو مو كل سيارة تنصبغ وبعض السيارات ما تقدر تصبغين كل عام وانت بخير يا رب يطول بعمرك اتمنى تسوي لنا جولة على البحر والتخييم واهم شيء الشاي العراقي والفحم صارت تدلل سوي لنا فيديو احكي فيه عن على نظام ضرائب وتامين صحي وسياره في امريكا وشكرا ابو جعفر ربنا يوفقك. سويت انا فيديو بعد ما يعني تحت اليد نشره خلال الايام القادمه عن نظام الانشورنس التامين الصحي على البشر واكو تامين على السياره واكو تامين على البيوت. التامين الصحي آني حاكي عنه هو يسال عليه. اللي هو اسمه اتز هارون آه، وسيارة في أمريكا السيارة هنا أنا أكو هواية شركات تأمين كل ما تدفع أنت زايد أحيانا يأخذون منك بالشهر مثلا خمسين بالمتوسط حسب عمرك يأخذون من عندك شهرية خمسين أنا مثلا يأخذون من عندي أقل يعني أنا كبير بالعمر ما عندي حوادث ما مسوي حوادث سابق أنت إذا سويت حوادث وتاريخك بالضارب إشارة وما أخذ تكت ما غرامة وكذا مسوي حادث بهالحالة هاي راح يأخذون من عندك إنشورنس تأمين إجر شهري أكثر من الشخص اللي صفحته بيضاء. هذا سريع يعني. أبو أحمد 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 ال أحمد النقيب يقول أبو جعفر الورده إذا أمكن سؤال بخصوص إجازة السوق أول ما يوصل الشخص لأمريكا شنو الإجراء؟ إذا إجازة سوق عراقية عندي وأقدم على إجازة أمريكية. شقد الفترة وأقدر أسوق؟ تقدر انا ست اشهر اتصور بولايه يوتا ست شهور قالوا لي هاي الاجازه العراقيه مالتك ممكن انت رحت ترجمتها للانجليزي اكو مكتب وانطيتهم اياه بالدي ان في وانطوني بها ترخيص انه امشي بها ست اشهر بالولايات المتحده الامريكيه. من بعدها انا يعني ما كملت اقل من ست اشهر رحت قدمت والعمليه بسيطه تدرس وكذا ويعني اكو اسئله وحتى بالعربي تقدر تدرس وتمتحن يعني بالعربي. بالنسبه للاسئله اكو اسئله شفهيه. وأكو بعدين يقولوا لك سوق يطلع وياك واحد أه قد الفضل اقدر اسوق هل ينطوني اجازة تخليني اسوق لوحدي لو... لا وحدك السوق انت إذا عندك اجازة عراقية وتجي ترجمها تروح سوق وحدك مو لازم شخص اخر يقول اكو شخص بصفي لا أه هذا السؤال مال احمد النقيب أه بصراحة هنا الاسم ابو جحفر يريد فلوق بمزادات السيارات المستعملة ان شاء الله سوي فيديو على السلبيات سلبيات هذا يعني هوايه ذا احكي عليه صحيح وهذا يعني احكي لكم على ايجابيات امريكا وايجابيات وسلبيات امريكا سلبيات هوايه ايجابيات هوايه تختلف عن حياتنا احنا اللي كنا نعيشها بالعراق او بالشرق الاوسط عموما سؤال الاخر إن... نريد الفيديو عن جامعات واكو جامعات مجانا عن الغابات والمزارع اذكر اسمي عن يعني اكو جا جامعات مجانا او عن الغابات والمزارع اذكر اسمي عن المزارع هنا أنا اكو بدستان كله نخل وتمر عراقي جايبينه وزارين هنا كبير عن قريب راح اروح له اما الدراسه والمدارس فهذا الموضوع طويل قناه مهاجر الاخت حياه اسمها ساره حياه مهاجر قناه حياه مهاجر اسمها ساره ادخل عليها وعندها هواي مواضيع بخصوص الدراسه منوعات تحبها اسم الصفحه يقول الحبيب ابو جعفر العائله كلها تحبك واتابعك اول باول شكرا جزيلا لك فلوقاتك عباره عن مسلسل كل العائله تلتم بالليل تشاهدك انا يعني يشرفني ان تشاهدوني وننتظرك شو وقت تنزل فيديو تحياتي العائله ويطلبون من حضرتك فلوقات سفر مثل للبحر المزارع متابعك من النجف نتمنى كل التوفيق لحضرتك شكرا منوعات تحبها صفحتك عدلها شنو منوعات تحبها حتى نعرفك شو اسمك شكرا لك وتحياتي لك وللعائله، كل العوائل اللي يشوفونا. عمو اتمنى تذكر اسمي بالفلوق القادم، عبد الله كاظم فرحان، اهلا وسهلا بك عبد الله كاظم فرحان. آه العم ابو جعفر تحياتي لك، سوي لنا فيديو على التامين مال السيارات. تقريبا حكيت لك عليه يعني ما اقدر احكي لك مثلا عن التامين مال السيارات، يعني فد بسيط مو فشي صعب. تدفع انت شهريا ويختلف الدفع مالك اللي تدفعه اذا عمرك كبير يختلف عمرك صغير يختلف عندك التاريخ مالك بالسياقة انت هنا بامريكا ما بي حوادث يختلف واذا بي حوادث يختلف هذا باختصار عم سوينا سفرات عائله مع جعفر واولاده نريد رحلات عم اتمنى تذكر اسمي بالفيديو الجاي بس اني ما ذكرتني ويضحك يقول سلامي لجعفر والله كلش احبه اهلا وسهلا بيك عبد عبد القادر عبد القادر حسين نورت ابو جعفر لو تصور اي شيء بصوتك وصورتك بيطلع حلو الله يحفظك معقوله يعني انا كنت محتاج هذا الكلام حقيقه شكرا لك حياك الله ابو جعفر تحياتي الى جعفر ايضا صقر فليح اللي ذكرته اني واحد الاشخاص ذكرها الحقيقه انا ما سامع هذا المثل بس هنا ندي يعرفنا على صقر فليح يقول صقر فليح يصيد الافاعي عدله يعني يجيب حيه يروح يصيدها ويذبها على اليمن يذبها على اهله واهله قوم يصيحون ويعيطون والبقيه الصقوره تروح تصيد الطيور ويجيب الأهلها عكس صقر فليه شكرا للتوضيح يا صفحه السياره البيضاء آه ريفان يقول عمو فدوه وصور الايفونات نريد نشوف اسعارهم ان شاء الله صور لكم يعني اتمنى تعمل فيديو كيف ممكن الواحد يعمل بمهنة التمريض بالحقيقة ما عندي هلقد معلومات عنها هنا وهي تدرس يعني انت بتطلع من ممرض هواي هنا يشتغلون به. اتمنى تتكلم عن دراسة الصيدلة في امريكا تحياتي لك هذا كل شوف الدراسة اختصاص سارة قناة حياة مهاجر روحوا لها وتعرفوها انا مسوي لها يعني هواية عمو حبيبي آني أحبك والله وأنا من البصرة اذكر اسمي بالفيديو ممنون منك أهلا وسهلا بك آه اسمه مهدي مهدي من البصرة حياك وحياة البصرة روجر يقول خلي جعفر يقول اكيد السيارة بأمريكا سجاد سجاد الجيتاوي يقول اكيد السيارة بأمريكا تعمر وتصمد لأن دهنهم أصلي وصيانة دورية لها دور هم وحتى جوهم حلو ولا تراب ولا حر لا وأكو أكو أكو مناطق بها عواصف أكو ثلوج بس هنا كاليفورنيا شوية تصمت صحيح الحمد لله على السلامة بالنسبة لعمرك كم كلفة التأمين رجاء أنا عندي سيارتين أدفع حوالي ستين دولار عن السيارتين ستين دولار شهريا أدفع لهم كل مال ستة أشهر عندنا سؤال من سعد 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 كل الدعم لك يا الغالي أتمنى تسوي سلسلة ويش يسوي الشخص لما يوصل امريكا مثلا يشتري سيم كارت وهكذا ويفتح حساب بنكي بتكون فكره حلوه وبتساعدنا اول ما تجي انت لامريكا تروح الى الولفر حتى تسجل انت على مساعدات ويعطوك كارت فود من تطلع ويعطوك الكارت مال الفود راح تلقى ناس فاتحين على الشارع بسطيات بيعطوك تليفون مجانا وبي سيم كارت وهذا يبقى عندك طول العمر تليفون وتليفون حديث وأنا صورته عندي فيديو عن قريب راح أنزله أبو جعفر ليش ما تروح تقعد يم جعفر مو أحسن لك من الشقة أحسن لي من الشقة وراح أروح أتحول مو يم جعفر بالبيت ما ما يصير هنا كل واحد وإلى بيته أروح هناك بذيك المنطقة أتحول أحسن لي نعم أبو جعفر لو تحط التليفون حق الإعلانات أو الإيميل نقدر نتواصل وتسوي إعلان أو تغطية بالفلوقات إن شاء الله ابو جعفر بلا امر عليك سوي الفنة بالفيديو وفد خمس دقائق عن الهجرة وسلبيات امريكا وايجابياتها الهجرة هسه كلش صعبة السابق كانت كلش سهلة الناس تروح لبنان تروح الاردن تروح سوريا تروح تركيا سنة سنتين ثلاثة اكثر شيء هذا المتأخر ثلاثة ويطلع له ويروح لاي بلد هو يريده يعني ونوبات هم يختاروا البلد اما سلبيات امريكا، سلبيات امريكا تختلف عنا، يعني هنا عندك اذا ابنك شاب، بنتك شابه، ما تقدر انت تضغط عليها، مو مثل بالعراق تعلقها وترد ضربه فلقه. صعبه كل كلش هنا، ولا تقدر يعني لازم يكون بكيفه، الصعوبه انه البنات والشابات راح يختلطون ويا هوايه ناس بالمدرسه، مثلهم اطفال او شباب شابات بالمدرسه. فهنا يبدي الصراع البنية بنتي محجبة وتروح للمدرسة والبقية مو محجبات بقية عندهن بوي فريند وبنتي ما عندها ملتزمة يا ترى راح تصمد لهم راح يعتبروها الأطفال راح يتنمرون عليها راح يعتبروها متخلفة راح يعتبروها جاهلة راح يعتبروها لأن ما عندها بوي فريند وياها بالمدرسة تقدر هي راح تبقى الله يستر لا تنسى عايزين جولة بيست بوي متجر مو رحنا بعد النوبة يعني وقتها ابو جعفر وديني على المحل ينفعون الاسلحه شوف الناس ايش قد اسعارهم مال الاسلحه اكو محل مال اسلحه يعني راح اروح له وان شاء الله اطلب من عنده اذن نصور انا يعني على بالي بس نسيتها زين شي كاتبه انت ابو جعفر قول اسمي بالفيديو الجاي مصطفى زوم اهلا وسهلا بك مصطفى ابو حنة ابو جنه اشكرك الشكر الجزيل على كل معلومه مفيده من جنابك ودي لو تسوي فيديو وتشرح بي هنا ندى ندى الوارد اسمها اشكرك الشكر الجزيل على كل معلومه مفيده من جنابك ودي لو تسوي فيديو وتشرح بي على المعوقين ودرجه الاحترام والتقدير من قبل الامريكيين وشنو اللي ممكن يقدموه للمعوق خصوصا اني هم عندي قدم فلات فوت ورحم الله والديك على كل شيء قدمه لنا وتسلم اخويا العزيز ابو جعفر حكيت يعني على المعوقين فيديو ما سوق لا اي أيوة والله يا ريت تعرفنا بفيديو من جنابك بخصوص التامين على البيت او السياره وشكرا لجنابك يا محترم انا ادفع عن هذا الشقه تامين سنوي 150 دولار ال 150 دولار شملت حتى عندي برا عندي بايسكل ثمين يعني انا مشتري ب 1400 برا اني يعني رابطه وانسرق عوضوني 800 عن البايسكل لان هو قانونهم هذول اللي آني رحت وسويت وياهم التامين قانونهم انه تحت المبلغ الاصلي اللي انت خسرته 500 يعني انت لو عندك حاجه من البيت تنفق تنباق ب1000 ينطوك 500 مكانها والله الف رحمه على والديك محترم الفيديو ممتع للغاية زوايد من كل كلمه جنابك استمر ويا ريت تشرح لنا شلون نشتري من اي باي لو سمحت بطلب من جانب فيديو يخص العمل الافضل للنساء فقط ماكو هنا عملي يخص النساء ويخص الرجال كلها تشتغل سويه اما فيديو عن ايباي الايباي تطبيق من تفتحه راح تخلي الايميل مالك تخلي تليفونك بيه وراح يقول لك انت تخلي الرقم مال الديبت مالك او او عندك كريدت فمن تخلي الديبت والكريدت انه من تريد فتح حاجه تطلع لك اكو جوا خيارات تشتريها تريد تريد تباوع عليها تضمها تريد كذا انت تقول أين اشتريها من تقول أين اشتريها راح يقول لك المبلغ هالقد تاكس هالقد توصلك يوم هالقد تقول له موافق هو قصر من الحساب مالك وجتك الحاجه ولا اربع ايام عمليه سهله السلام عليكم ابو جعفر اشكرك على القناه الجميله ممكن تصور وتنشر عن المتاحف والاماكن التاريخيه في الولايه الساكن بها يا رب ولكم مكان تاريخي كلش حلو رحت له ورجعت ما قدرت اصور صارت فد مشكله اوعدك احنا راح نروح له ان شاء الله فد اسبوع هيك راح نروح له مكان يخبل ماكو حلو انا اول ما جيت من هنا الولايه كاليفورنيا جيت عليه السلام عليكم ابو جعفر الورد هاي شنو يا عزيزي اشو انت دخلت بقلوبنا بس دون استئذان قبل لا تخوفتني معود قبل لا تدخل الى بيوتنا وخطية هذا جعفر انت سحبت من عند الاضواء وصار تعليقك باكثر ونحن نشوفك دائما في لوقات جعفوري ربي يحفظك يا ابن العراق البغدادي الاصيل اخوك وميض ابو زينب اه وميض اللي راكب دراجه يا اخ وميض سويت لك مو فيديو عن الدراجات وراح اشرح لك اياه عن قريب يخبل راح احاول اضعه هنا على القناه خصيصا لبست عباتي ولبست عقالي على مودك عمي ابو جعفر الطيب ربي يحفظك ويخليك محسوبك علي طه من دياله في قريه سراجق وعشرين 28000 اعتقد ثلاث ارباع القريه يتابعوك ويتابعون جعفر رب يحفظكم ويحفظ الجميع ويحفظ جميع أهالي القرية وسلم لي عليهم واحد واحد أه حسين عبد علي السلام عليكم أبو جعفر عندي كم سؤال كم أتمنى تجاوبني عليهم إن شاء الله شنو سبب السماعات اللي مخليها هذا مجرد هيدفون اللي يلبسه هنا هيدفون أحكي بيه خابر بيه وليش سميته بوبو بي روبرت هل هذا يعني انه الشخص اذا امتلك اسم عربي راح يتعرض لنوع من العنصريه لا وكم سنه صار لكم بامريكا ثمان سنوات وشنو سبب خروجكم من العراق سبب خروجنا من العراق شخصي خلي وايضا اتمنى تتطور من موضوع الصوت حاول تشتري مايك اشتريت مايك وهسه الصوت صار زين وهسه هذا مايك من الدار شو من كل زين صلحناها واشكرك اني يعني. يقول جاوب على القناه وتجاوب على اسئلتي واسئله المتابعين اتمنى تسوينا حلقه اسئله يعني حلقه اسئله مثل هاي على الاسئله هاي اجاوبكم خلي يحط لايك حتى يصعد التعليق وبعد شغله نسيتها كثر لنا مقاطع ابو جعفر وهم شنو سالفه امونج اس امونج اس جعفر ما ادري لعبه ما شنو يقول امونج اس يقول أه اني اشكرك عزيزي حسين عبد علي أه حقيقة يعني مبين عليك انت هواية حاسبنا ومتابعنا هواية ثم أه السماعات قلت لك هيدفون هي مجرد اخابر بها وكذا هواي سألوا عليها والاسئله مال صحيح صار فتره يعني ما مجاوب متردد كل ما اريد اسوي فيديو هيك اقول خاف يضوجون يعني قاعد عن قبالهم ومجرد احكي ويعني خاف تضوجهم أه وتدلل واهلا وسهلا بك أه سؤال اخر البغدادي الاصيل ابو جعفر الورد عاشت ايدك على هذا الفلوق الحلو والمعلومات الحلوه بي عندي طلب من حضرتك لو كان عندك الواهس هذا منه و وميض وميض موح موح او شيء من هالقبيل عندي طلب حضرتك لو كان عندك في الوقت والعاني من مجانين عالم الدراجات الناريه انت مو... موح وميض وميض هذا اي هذا وميض عندي طلب من حضرتك لو كان عندك اسف انا ما قريت اسمك وميض عندي طلب من حضرتك لو كان عندك الواهس يريد فيلم على الدراجات هسه احنا مال دراجات يعني انت تعبتني لبست عقال ولبست دشداشه مالتي ولبست العبايه وبالليل رحت وثاني يوم الصبح صبحت هناك يومهم نص صبح يوم, يوم هذول الشركه مال دراجات هارلي صورت لك فيديو يخبل بعد كم يوم راح نعرضه منتظر بس الصوره مالته واعرض لك اياها سؤال ابو جعفر اطلب من عندك فيديو لقطع الغيار السيارات في امريكا الجديده سوي عن الاسعار واماكن البيع وكيف تقدر تشتري باون لاين هنا اذا انت سيارتك عاطله تروح للمصلح ما انت شو تسوي بها تشتريها هنا ما عندهم رينج مثلا ما عندهم آه 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 واشرات تروح يم وديع ابو الواشرات تقول له اريد واشر يروح يقص لك واشر ماكو هيك شيء ولا اكو اي تصليح للحاجه الحاجه من تعطل يعني راديتر في ما هناك ببغداد احنا كنا يلحموها هنا ماكو راسا يقول لك كايب تبدلها من تروح انت من المصلح يقول لك المصلح هاي لازم تتبدل تقول له ايش قد سعره يقول لك خلت اتصل يتصل يقول مش قد هاي سعرها الراديتر راح يجابوه بالتلفون يقول له سعرها 200 دولار يقول لك يابا هاي 200 دولار يقول له و50 اشدها يقول لك اوكي 250 يخابرهم يقول يابا جيبوا لنا واحده ربع ساعه تجي الحاجه يمه ما كنت تروح تشتري وياكم محلات تقدر تشتري انت بس شو تسوي تشتري به فهالشكل وانت اذا تريد تصلح بيتكم وانت كمصلح ممكن هذا الطب على اي مكان تشتري الحاجه موجودين هم بسياره يجيبوا لك دليفري خلال خمس دقائق ربع ساعه هذا عن الادوات الاحتياطيه ممكن تنزل حلقه بخصوص ترك الجاير هذا فد موضوع كلش صعب وانصحك تترك الجاير انصح الكل يعني لانه انت من توصل عمرك بالخمس... فوق الخمسين راح تحس بمضار التدخين انت شاب هسه حاليا اربعين عمرك 45 30 ما تحس بالالام والمصيبه اللي راح تصير بيك الله يكفيك شر مالتها من تصير فوق الخمسين 50 كارثه كارثه نومك اكلك شربك حاول يعني حاول تتركها بدون ما يعني انت هي تصميم انت اراده وممكن وياها تاخذ حبوب وشيء هلا بالغالي وابو الغالي ابو جعفر قلت لك اري تحيه خاصه من قناتك الى ال... المهاجر العراقي ما تدس تحيه خاصه بعد ماكو لايكات وتزعل واتزعل منك يا يعني معود المهاجر العراقي العراقي تشرف واهلا وسهلا بيك ميت تحيه الك بس لا تزعل أه محمد ما ما انا انا عمي مسجل لجوء وتحدد لامريكا ويمكن نروح على ايداهو ايش رايك بايداهو؟ إداهو ولاية من الولايات الوسط الامريكي تحفة وبيها عرب ومن مختلف الجنسيات وبيها حتى من افارقة ومطاعم عراقية وعربية وكل شيء حلال واماكن ومجتمع عربي بها ولاية حلوة نظيفة تخبل ايداه طبعا ايداهو كبيرة وأنت انت بتقدر تتكلم عن إداهو بس هم اكثرهم عايشين ببويزي هي العاصمة انا كنت عايش تقريبا بايداهو لانه كنت اعيش في تبعد 45 دقيقه عن ايداهو عن بويزي عاصمتها بويزي عاصمه ايداهو بويزي فكنا نمر بكالدويل وبعدين نوصل الى بويزي العاصمه واسواق عراقيه ونروح نسوق منها ونقضي نهار احنا والعائله حلوه الحدائق وبالعافيه عليك وتوصل وين المشكله هنا انت من توصل هنا شو كنت بتريد تغير بسهوله روح لاي ولايه اخرى، عندك لا مشتري مزرعه انت ولا عندك عماره ولا مصنع. لف غراضك وحطهم بالسياره وتعال. هاي كل الاسئله اللي موجوده، صارت الفيديو 28 دقيقه، انا جامعها هاي مو كل الاسئله هاي جمعتها، بس الاسئله الضروريه اللي تحتاج اجابه خاصه. تحياتي لكم، نهاركم فل وسعاده.